هذا وتعتبر الأوضاع في ليبيا مثالا أساسيا لإثبات دعم قطر للإرهاب وتمويلها للتنظيمات الراديكالية وسعيها لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وخير دليل على ذلك هو التقدم الذي حققه الجيش الوطني الليبي منذ انشغال قطر بداخلها نتيجة مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لها. ليبيا بتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، بدعم الإرهاب من دول بعينها مثل قطر وتركيا والسودان وغيرها من الدول للإرهاب في ليبيا، فقدنا عشرات أو مئات الليبيين بين اغتيالات وخطف ومقطوفين، لحتى هذه الساعة لا نعرف مصيرهم. فقدنا مئات الليبيين في عمليات إرهابية داخل ليبيا يقومون بها ليبيين وأجانب بدعوى الجهاد وبدعوى الإسلام، والإسلام منهم براء. بعد أن انشغلت قطر بنفسها مؤخرا إبان المقاطعة السياسية لها من قبل الدول المكافحة للإرهاب، هدأت العديد من جبهات القتال التي كانت تدعمها قطر في ليبيا، فتحررت بنغازي الليبية والعديد من المدن المشتعلة هناك. هذه التطورات الميدانية جاءت في أعقاب تقهقر هذه التنظيمات بعد الأزمة القطرية والتي رصدت رسميا، إضافة إلى العديد من الدلائل التي أدانت قطر قطعيا بالولوج في الأزمة الليبية وتأجيج الفوضى فيها ودعم جماعات متطرفة هناك ماديا وعسكريا، ومنها كتائب رف الله الصحاتي وأنصار الشريعة من خلال عدد من القيادات والجماعات المتطرفة والمرتبطة بدولة قطر وتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وعلى رأسها المدعو علي الصلابي والمدعو عبد الحكيم بالحاج اللذين ارتبطت أسماؤهم بالعديد من العمليات الإرهابية البشعة والمروعة في ليبيا. قطر عندها عدة خطوط للإمداد في ليبيا، تمد في علي الصلابي وهو متواجد في قطر ويمتلك قناة ليبيا الأحرار. هذا الشخص وهو علي الصلابي يقوم بمد جماعة الأخوان المسلمين وبمد فجر ليبيا، ويقوم كذلك هذه جماعة الأخوان المسلمين. هذا نزار كعوان أحد أعضاء جماعة الأخوان المسلمين وكان ناطق رسمي باسم الجماعة. تمت محاولة لتشريع قانون بإدراج الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية في عام 2015 من قبل أعضاء الكونغرس، وقد تم تقديم دلائل لتمويل جماعات الإخوان المسلمين لميليشيات إرهابية في ليبيا، إضافة إلى ارتباط تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في ليبيا مع جماعة أنصار الشريعة التابعة لجماعة القاعدة لمواجهة الحكومة الليبية المعترف بها دولياً. ليبيا الحقيقة من أكبر الدول العربية اللي عانت من الإرهاب القطري، من دعم القطر للإرهاب. ليه؟ لأنه منذ يعني بدأت أزمة ليبيا، يعني حتى قبل يعني سقوط نظام الرئيس القذافي وقتله بهذا الشكل البشع يعني اللي حصل، وكان قطر لها يد في كل هذا، قطر ألقت بكل ثقلها في ليبيا وهي تتحمل مسؤولية أساسية عن اللي حدث في ليبيا، من فوضى، من تمكن الجماعات الإرهابية من تدمير لمؤسسات الدولة الليبية. هذه المعطيات الميدانية تثبت تطول قطر في دعم الإرهاب ومحاولة امتدادها الجيوسياسي في الوطن العربي، فقد دعمت الإرهابيين في ليبيا بمالها ودعمتهم بالسلاح من خلال الأسلحة التي تبين ارتباطها بقطر، علاوة على مشاركة عدد من أفراد الجيش القطري في العمليات الإرهابية بليبيا علانية ورفع علم قطر على جبهات الإرهابيين.